السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا بيان الإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني، يلقيه على مسامعكم أحد أنصاره إلى الله، والبيان بعنوان صلاة الكفارة. كتب الإمام البيان بتاريخ 24 من شهر السابع 1430 هجرية، الموافق 17 من شهر السابع 2009 ميلادية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين. أخي الكريم، هذا حديث ما أنزل الله به من سلطان، صلاة الكفارة عن رسول الله أنه قال: اقتباس: من فاته صلاة في عمره ولم يحصها فليقم في آخر جمعة من رمضان ويصلي 4 ركعات بتشهد واحد، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة القدر 15 مرة وسورة الكوثر كذلك، ويقول في النية: اللهم نويت أصلي 4 ركعات كفارة لما فاتني من الصلاة. قال أبو بكر: سمعت رسول الله يقول: هي كفارة 400 سنة. وقال علي كرم الله وجهه: هي كفارة 1000 سنة. قالوا: يا رسول الله، ابن آدم يعيش 60 سنة أو 100 سنة، فلمن تكون الصلاة الزائدة؟ قال: تكون لأبويه وزوجته وأولاده فأقاربه ثم أهل بلده. فهل يصدق به عاقل؟ وإنما يريدون أن يتهاون المسلمون في الصلاة ويقول: وسوف أقوم أصلي صلاة الكفارة، ومن ثم يضيعون الصلوات بزعمهم أن صلاة الكفارة أجرها أعظم من ذلك، لدرجة أنه يمتد لأهله وذريته جيلا بعد جيل، وذلك حتى يعتمد المتهاونون في الصلاة فيضيعونها عاما أو عامين أو أكثر، ومن ثم يصلي صلاة الكفارة التي ما أنزل الله بها من سلطان. بل الصلاة صلة بين العبد والرب، وهي تخص صاحبها، ولا تنوب صلاة عبد عن عبد أبدا. ويا سبحان الله، فأي صلاة هذه التي يمتد أجرها لأولاده وأهل بيته وأهل بلده، بينما الذي حافظ عليها حتى لقي ربه لم نجدها تجاوزت صاحبها، وكل له صلاته عند ربه. فهذا حديث مفترى، وقد بينا لكم الحكمة الخبيثة منه، وذلك حتى يتم التهاون في الصلاة المفروضة فيتركها تفوته ويقول: فيما بعد أصلي صلاة الكفارة. قاتلهم الله أنى يؤفكون. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أخوكم الإمام ناصر محمد اليماني. وفيما يلي البيان التالي للإمام المهدي ناصر محمد اليماني، كتبه بنفس التاريخ، والبيان بعنوان إضاعة الصلاة لا يعوضها إلا التوبة والإنابة. بسم الله الرحمن الرحيم، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وعليكم أن تعلموا أن الصلوات المفروضات كتابا موقوتة، فإذا ذهب وقت صلوات النهار فلن تستطيع تعويضها حتى ولو صليتها بعد غروب الشمس مباشرة، تصديقا لقول الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، صدق الله العظيم.
ولو كان نبي الله سليمان يرى أنه يستطيع أن يعوض صلاته لما قام بقطع سيقان وأعناق خيوله برغم أنه لا يحق له أن يفعل ذلك، ولكنه كان في حالة غضب لأنها السبب الذي ألهاه عن الصلاة المفروضة، فلن يستطيع أن يعوضها إلا بالتوبة والإنابة. وقال الله تعالى: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، فقال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها علي. فطفق مسحا بالسوق والأعناق، ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، وأن له عندنا لزلفى وحسن مآب. صدق الله العظيم. إذا غابت شمس النهار وأحدكم لم يصلي فرضه فليس له إلا التوبة في كتاب الله، فيصلي ركعتين نافلة له عند ربه أن يغفر له ذلك. فلا تلهه الحياة الدنيا وزينتها عن ذكر ربه. فأما الصلاة المفروضة فقد ذهبت عليه بذهاب وقتها، وأما الرواية فهي مفترات، ذلك لأني أعلم الحكمة من افترائها، وهو أن يضيع المسلمون صلواتهم ويعتمدوا على صلاة الكفارة المفترات. فكيف لا وهي تكفر 400 سنة فتنقذ ولده وأهله ووالديه وأهل بلده؟ إذن سوف يضيعون الصلوات ويعتمدون على صلاة الكفارة لأنها أعظم أجرا قاتلهم الله أنا يؤفكون. وأنما الركعتين التي أخبرناكم عنها إنما هي ركعة التوبة والإنابة، أن يغفر له ما فعل، إن ربي غفور رحيم. فتكتب له الركعتين نافلة عند ربه، ويتوب عليه ويغفر له ما حدث منه غفلة منه أو نسيانا، إن ربي غفور رحيم. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الإمام المهدي ناصر محمد اليماني.